بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كيف يكفر أكثر الناس بالله يوميا ويشترك معهم آخرون في هذا الاسم العظيم؟ للأسف الشديد، ويعني كلما تكلمت عن هذا الموضوع أشعر بالحزن الشديد. كثير من المسلمين اليوم إلى من رحم ربي يكفر بالله يوميا ويقع في الاسم العظيم بالحلف بغير الله. وأكثر شيء الناس بتحلف بيه بغير، يعني بغير الله، النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الأعظم من الناس كلمة والنبي مضغة في فمه، والنبي 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 هات لي كذا، والنبي اعمل لي كذا، والنبي خلي بالك. هو لا يعرف أنه بكل كلمة من هذه الكلمات بيكفر بالله ويرتكب اسم العظيم، لأنه يساوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. في رواية أخرى: من حلف بغير الله فقد كفر. إذا حلفت فاحلف بالله أو لتصمت، كما قال الرسول في الحديث الصحيح. سيدنا عمر بن الخطاب فعل ذلك مرة واحدة، ولا كان يعني لا يعرف الحكم، قال: ورأس أبي. فسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر لا تحلف إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. انتهى سيدنا عمر، خلاص هي مرة دي وانتهى. لكن نقول للناس مفيش فايدة، وحياة أمي وحياة أبويا ورحمة أمي ورحمة أبويا وحياة الكعبة وحياة المصحف وحياة ديني وحياة النعمة. بعض الجهال يحلف بالنار، يعني الناس الجهال اللي بيقعدوا على المقاهي يقولوا حياة النار دي. بعض الناس يقول لك: والعشرة دول. وبعض الناس من الجهال أو أعوذ بالله سفلة القوم يقول: علي الحرام من ديني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فيما يقول فهو كما قال، خرج من الإسلام، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما، لم يرجع إلى الإسلام بخير أو سالما، يرجع دينه ناقص. طب كم واحد بيقول علي حرام من ديني؟ لذلك مصيبة كبيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أحد الصحابة: ما شاء الله وشئت. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له: أجعلتني ندا لله؟ قل ما شاء الله بس. فانت لما بتقول وحياة المصحف وحياة الكعبة، انت كفرت بالله، كانك بتعبد الكعبة. اللي بيحلف غير الله، اللي بيحلف اي حاجة غير الله، هو بيعبد الحاجة دي. لو بعض السفهاء للاسف الشديد يقول ايه: والله العظيم ثلاثة، مع ان يجد يعني في نفسه ان هذا القسم ليس كافيا. يقول ايه: والله العظيم ثلاثة وحياة اولادي. يعني هو حلف بالله، لكن شاف ان الحلف بالله ده مش كافي عنده، عايز يحلف بحاجه اشد قدسيه عنده. فيقوم يحلف بربه، يحلف بولاده، هو عنده ولاده اهم عنده من ربنا سبحانه وتعالى. ما هو كده، ما لهاش شيء، ما هي كده. ما دام انت قلت والله العظيم ثلاثه وحياه اولادي، يبقى انت اشركت بالله سبحانه وتعالى الاولاد، يبقى انت تعبد الاولاد مع الله سبحانه وتعالى، انت كافر حتى تتوب الى الله سبحانه وتعالى. مصيبة كبيرة جدا، من أكبر الكبائر. وللأسف الشديد بنسمع بعض، ما فيش أمر. أين الإئتمار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إزاي تسمع ربنا؟ أنت بتسمع واحد بيقول وحياة أمي وحياة أبويا أو النبي وتسكت، يبقى كأنك أنت أصبحت شريكا. أقول لكم الدليل من السنة. كان أبو بكر وعمر في صفرة، فبعث غلاما لهما ليقضي لهم حاجة، فتأخر هذا الغلام، فقال أحدهما، ربما كان سيدنا عمر: هكذا فلان ما نرسله لقضاء حاجة إلا وتأخر، إنه رجل نؤم، يعني كسول، وكان مظلوما. ثم رجع، وكان أبو بكر وعمر جائعين. فلما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله نحن جائعون. فقال لهم: والذي نفسي بيدي لقد أدمتما، والله اني لارى لحم اخيكم بين ثناياكم. خلي بالكم، ده ابو بكر وعمر دول افضل اثنين في الامه كلها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: رسول الله استغفر لنا. قال: لا، اذهبوا اليه فليستغفر لكم هو. الرسول صلى الله عليه وسلم رفض يستغفر لابو بكر وعمر، مع ان خلي بالكم واحد منهم تكلم فقط والثاني استمع ورضي بما قال الاول. فلما تشوف لما تسمع واحد بيغتاب او بينم وما بتقولوش اتق الله، هتصبحت شريكا. رضيت بهذا الكلام.
فانت طب انت بتسمع ربنا سبحانه وتعالى يسب امامك. ما هو ما احسن لا بيقول وحياة امي وحياة ابويا، ده كفر بالله وشرك. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ربنا بيقول في سورة النساء. حتى لا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، في سورة النساء. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني لو انت قعدت مع انسان، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من جلس على منضدة تدور عليها الخمر فقد شرب. يعني حتى لو انت ما شربتش، لمجرد ان انت قعدت مع ناس بتشرب الخمر على ترابيزة واحدة انت شربت. يبقى اذا نتقي الله سبحانه وتعالى، ما تحلفش بالله سبحانه وتعالى بغير الله سبحانه وتعالى، انواع الحلف غير الله لا تحصى. فانت تكفر بالله سبحانه وتعالى، طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اللي يحلف بغير الله مره يقول من النبي او يقول وحياة امي او وحياة ابويا او اي شيء من هذا القبيل، يطلع صدقه لله. انذر نذرا بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى انك اذا حلفت بغير الله انك ستخرج صدقه لله ككفاره مره والتانيه هتنتهي عن ذلك. هذه دي الطريقه، احسن طريقه لهذا. والا ستظل تفعل ذلك وهتاخد ثواب، يعني هتاخد ثواب على الصدقه دي، مش هتاخد ثواب. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، بعد ما بتحلف بغير الله باي صيغه من الصيغ، توب الى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله وقل لا اله الا الله، لا اله الا الله، لان انت اشركت بالله. فارجع الى التوحيد الخالص بهذه الكلمه لا اله الا الله، بعد ما تقول وحياة امي وحياة ابويا وحياة طبعا انا مش ممكن اتذكر انواع الحلف غير الله لانها كثيره جدا جدا جدا، كثيره جدا جدا لا تحصى، لكن انا ضربت لكم امثله. وحياة امي وحياة ابويا وحياة ورحمه امي ورحمه ابويا وحياة اولادي وحياة المصحف وحياة الكعبه وحياة النعمه وحياة ديني والعشره دول. طبعا خد عندك بقى حتى الامانه، كتير من الناس يقول له واحد يقول له بالامانه، كلمه بالامانه معناها انا بحلفك بالامانه، او يقول له بذمتك، بذمتك انت رحت امبارح، كلمه بذمتك كانك بتقول له بالله عليك يعني وحياة ذمتك، او بالامانه. في في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانه فقد كفر. فزي ما بقول لكم صيغ الحلف بغير الله كثيره جدا. فما تسمعش واحد بيكفر بالله، ربنا قال ولا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالانسان اذا حضر المعصيه وسكت عليها اصبح شريكا فيها. الا بقى اذا كان هناك عذر شرعي قهري يمنعه من ان يتكلم. هيسجن، هيصرف اموال، معلش يبقى في له عذر، لكن ما فيش عذر وسكت ورضيت وسمعت الكلام ورضيت بيه. زي ما بنحصل عند معظم الناس. يبقى مش كفايه ان انت ما كنتش بتحلف بغير الله، لا لازم ايضا تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فانا هكتب لكم الكلام ده تحت الفيديو، انسخوه وانشروه، نشر هذا العلم في ثواب عظيم، العلم علما في الله اجر عام بيوم القيامه. لا ينقص ذلك من كونه شيء، تشويش تفعيل الجرس والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وتساعدوني على شر السنه الربيع. اقول قولي هذا، استغفر الله.